السلام عليكم، اهلا فيكم بحلقه اليوم. اليوم بدنا نحكي على موضوع اندرو تيت. زي ما انتم بتعرفوا اندرو تيت دخل الاسلام. اندرو تيت بعد ما دخل الاسلام كتير ناس اجت بتحكي كيف يدخل الاسلام؟ اندرو تيت ما بصير يدخل الاسلام، كان عنده كاسينو وكان يلعب قمار وكان عنده اشياء كتير حرام وبشرب. اكثر ناس تضايقوا من موضوع انه اندرو تيت دخل الاسلام هم النسويات المسلمات. النسويات المسلمات ما في شيء ما بتضايقوا منه، طبعا اي شيء بتضايقوا منه، بدهم المساواه بس لما هم يعني جاي عبالهم يكون في مساواه، يعني مو باي شيء بدهم مساواه، بس بالاشياء يلي هم بيحددوها، بس بالاشياء الثانيه مثلا زي الحرب لا، هاي ما بدنا مساواه فيها، انتم الرجال روحوا الحرب بس احنا خلينا في البيت. بس اي شيء ثاني بدنا مساواه فيه. المهم راح اورجيكم كم من تويت من نسويات مسلمات ردت فعلهم على انه اندرو تيت دخل الاسلام. هاي اول نسوية: كتير صعب كامرأة مسلمة اشوف واحد زي اندرو تيت فجأة دخل الاسلام وصاروا المسلمات والمسلمين يشجعوه انه هو يدخل الاسلام. كتير صعب تشوف واحد اسلم. يا الله، خليني اورجيكم كمان تويت. هذا التويت هتفجر الدنيا، هذا التويت. هاي النسوية هاي على الاخر معصبة مش قادرة تستوعب انه اندرو تيت دخل الاسلام. لو اندرو تيت حاول يكون مسلم وحكى عن حاله انه هو مسلم وتقبلوه المسلمين فانا رح اترك الاسلام، والله لا اترك الاسلام بهاي الدنيا. المسلمين اكتر ناس بهذا الكوكب مريضين نفسيا واغبياء، ولما الله يسألني ليش تركت الإسلام رح أحكي له ليش. واو، معاها حق. لا يا أخي معاها حق، إذا هيك لا معاك حق الصراحة. والله أتوقع هيك الله بيسامحك. بيحكي هيك حكت عشان المسلمين أغبى ناس بهذا الكوكب، وهيك ولو استقبلوا واحد بده يدخل الإسلام المسلمين لا صح، لا ما بتتعاقبي على هذا الشيء، خلص اطلعي من الإسلام. خلص عادي مش مشكلة، ما بدنا اياكي. يا جماعة الخير، الانسان هاد صار مسلم، حب الاسلام، هو بحب الاسلام من زمان وحب الاسلام هلأ بزيادة وصار مسلم. لما الواحد يصير مسلم كل السيئات تاعته القديمة بتتحول حسنات، كل اشي بنمحي زي كأنه انخلق من اول وجديد. فأنا ما بعرف كيف هدول النسويات يعني هيك طالعين بيحكوا. في كتير كمان تويتس مليان ناس هيك قاعدة تحكي، في كمان رجال يعني مو بس نسويات، ما راح أحكي بس النسويات اللي هيك لأنه أنا شفت كمان تويتس رجال عم يحكوا هيك، شباب عنده لحية عنده شنب طالع بيحكي على الموضوع إنه كيف هذا يدخل الإسلام، ما بصير تشجعوه يدخل الإسلام. ها؟ اي حدا يدخل الاسلام عادي، اذا واحد بده يتوب خلص حس حاله انه انا بدي اتوب، انا بآمن بالله بدي اصير مسلم عادي، مين ما كان هو، ان شاء الله قاتل اللي كان 20 شخص قبل، كل اشي بنمحي عليه قبل، هو زي كأنه هلأ انسان جديد مولود جديد. واندرو تيت يعني مو عامل هاي الاشياء يلي كتير تخلي الواحد يحكي لا ممنوع تدخل الإسلام، أنت هيك سويت، أنت كنت تشرب قبل، ممنوع تدخل الإسلام. في ناس قبل جد كانت بتقتل ناس، عاملة أشياء أسوأ بكتير من اللي سواه أندرو تيت أو اللي حكاه أندرو تيت، ودخلوا الإسلام وعادي، يعني الناس بالعكس بتشجعهم، والنسويات كمان المسلمات بيشجعوه، يعني أهلا فيك بالإسلام، بس لأنه أندرو تيت بيحكي على الأشياء الواقعية، النسويات ما بيعجبها هذا الشيء، لا بدنا مساواة، بس مو بأي شيء المساواة، بس بالأشياء اللي بدنا إياها. حتى بتذكر مرة أندرو تيت حكى بهذا الموضوع، موضوع النسويات وكيف النسويات بيختاروا بس الأشياء اللي هم بدهم إياها يكون فيها مساواة، بس بالأشياء الثانية لا. مثلا أعطيكم مثال، أوكرانيا، شوفوا اللي عم بيصير بأوكرانيا هلأ. بأوكرانيا هلأ في حرب، ممنوع أي واحد عمره فوق 18 سنة يطلع من الدولة. إذا كنت رجال لازم تضلك فيها وتقاتل، لازم تحارب، بس النساء عادي بيطلعوا أي عمر بيطلع. ما في ولا نسوية بأوكرانيا طلعت تحكي على هذا الموضوع إنه لا بدنا إحنا مساواة. لاحظتوا هذا الشيء؟ ولا نسوية أوكرانية طلعت، بطل في نسويات أوكرانيات خلص، لأنه صار وقت الجد، خلص هذا وقت الحرب، بوقت الحرب وقت الجد ما بدنا مساواة، خلص عادي خليكم أنتم الرجال روحوا حرب أنتم، بس بالأشياء الثانية لا بدنا مساواة. أنتم فاهمين النقطة اللي أنا قاعد بحكي فيها وحكى فيها هاي قبل أندرو تيت. أندرو تيت دخل الإسلام يا أخي، بالعكس حببوه بالإسلام، حببوه بالدين تاعنا، ما تحاولوا تبعدوه عن الدين، هو أكيد ما رح يسمع،
ولا رح يهتم لكلام هدول الناس، لأنه كتير عنده ناس بيكرهوه، ناس بيحكوا عنه كلام، وهو ما بسمع كلامهم، يعني ما بدخل منهم بطلع منهم ولا كأنه صار شيء. فأصلاً أنت كنسوية أو أنت كرجال بتطلع قاعد بتحكي أنه أندرو تيت لا ما بصير يدخل الإسلام، هيك أنت بتشوه سمعة حالك، بتشوه سمعة الإسلام. هيك في ناس بيصيروا بدهم هم يدخلوا الإسلام، مثلا عاملين أشياء أسوأ من اللي عمله أندرو تيت، بعدين يحكوا لا يا أخي أنا ما بدي أدخل الإسلام عشان ما يصير فيني زي ما صار في أندرو تيت، هيك يجي كل هاي الكراهية لأنه بس دخل الإسلام. عادي يكون واحد مشهور يا أخي تاني حب الدين، حكى أنا بآمن هلأ بالله، آخر شيء ما يدخل يحكي لا أنا ما رح أدخل أو ما رح أحكي للعالم أني أنا دخلت الإسلام عشان ما يجيني هاي الكراهية. حسنوا سمعة الإسلام، حسنوا سمعة المسلمين، لا تطلعوا هيك تعملوا تشوهوا السمعة. مثل هاي الغبية اللي طلعت بتحكي أنا رح أترك الإسلام لو دخل الإسلام أندرو تيت، شو هذا التفكير؟ أقسم بالله إشي بحزن والله العظيم. صح أنا عم بتمسخر في الموضوع وبحكي كمزح، بس يا أخي والله العظيم إشي بحزن جد إنه واحدة هيك تطلع تحكي، واحدة مسلمة تطلع هيك تحكي، كله عشان المساواة والنسوية، كله عشان أندرو تيت بيحكي أشياء واقعية. ناس غريبة، أقسم بالله ناس غريبة. اليوم أندرو تيت طلع بانترفيو مع محمد حجاب، دكتور إسلامي جدا يعني مثقف بالإسلام، فعمل بودكاست هو وأندرو تيت، وبالبودكاست هاد اسمع شو حكى لأندرو تيت. The Muslim community really welcomes you, man. Yeah, it's been pretty divided. I've had a whole bunch of support. Yes. Obviously, there's been some people who are not quite pleased about the idea. I think when you have a passionate subject and people that are truly engulfed in an idea, you're going to have some degree of polarization. I think that maybe when you look in the online space, that might be your impression. But in reality, on the ground, I mean, that's definitely not the case. I would say the vast majority of people, 80-90%, are completely happy about this. And it's just that the minority have a very loud voice. Well, that's exactly it. That's the whole problem with the internet as a whole, not just Islam, but the internet as a whole is about vocal minorities that look much larger than they are, right? Yes. And I agree with you, and I'd like to hear that, but the reason I know what you're saying is true is because it's the same even in my case in other subjects. Online, I have all this, some kind of hate or people trying to disagree with me, but when I walk through life, I have 30,000 interactions with people, and not a single one's ever been negative, ever. Yes, so it is crazy how the vocal minority is amplified on social media. The main thing to note, though, is that Islam, it completely wipes away your sins. I mean, most of the companions of the Prophet had done many things which are heinous and polytheism. And, I mean, for us as Muslims, polytheism is the worst thing you can do. Yeah. And so there is a hadith of the Prophet Muhammad ﷺ where he states that Islam, it completely yuhdimu ma qabla, it destroys everything before it. It means it wipes away everything before it. In other words, your slate is absolutely clean. Now, if there are some people who are actually coming and giving you a bit of a hard time, that's actually their problem. Yeah. Because in reality, honestly, bro, this is completely un-Islamic. I mean, so that's the first thing. There's actually a verse in the Quran, interestingly enough as well, which says that if you become a Muslim, إِلَّا مَنْ آمَنَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, whoever repents and believes and does good works, then God will يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, that God will change their bad deeds into good deeds. So how does that make you feel? Well, yeah, that's obviously fantastic to hear and good to know. And it's interesting because I've spent very little time paying attention to the negative comments. Yes. Because I don't in general. Mm. But on this particular subject, a few people were forwarding me like the profiles of somebody or of the people who were unhappy with my conversion, and they weren't living very Islamic lives themselves. So it's kind of funny to look at, you know. Exactly. يعني والله جابها صح. إنه كتير من الناس يلي قاعدين بيعلقوا مثل هاي النسويات مثلاً, النسويات المسلمات اللي بيعلقوا عليهم, هدول أصلاً ما ماشيين على الإسلام صح. يعني أنت على كيفك الإسلام, على كيف أمك الدين هو. ما بيصير يدخل الإسلام لأنه الماضي تاعه هيك كان يسوي, وأنت هلأ بالحاضر تاعك ما عم تمشي صح على الإسلام. يعني 99% من المسلمين والمسلمات يلي قاعدين بيعلقوا على أندرو تيت إنه كيف يدخل الإسلام وما بصير يدخل الإسلام, أندرو تيت هلأ هو مسلم أحسن منهم وعنده حسنات أكتر منهم لأنه لسه داخل الدين, بدل الله سيئاته بحسنات, ماشي على الدين لهلأ, ما عم بيعمل أشياء زيكو بيطلع بيحرض الناس عن الإسلام, بيحكي لا أنت ما بصير تدخل الإسلام لو كنت عندك ماضي أو كنت تسوي أشياء مو منيحة قبل. الله يهدي الجميع, الله يهدي هاي الناس كمان اللي طالعة هيك بتحكي, إلا هديك اللي حكت بدها تترك الإسلام لو دخل أندرو تيت الإسلام, هاي خليها تطلع.
ما اطلعي ما بدنا اياك في الاسلام. استغفر الله العظيم. اكيد لا طبعا يعني الله يهديها، الله يهدي الجميع ان شاء الله، وان شاء الله يعني اندرو تيت يضل بالاسلام. شوفوا كيف وجهه نور بعد ما دخل الاسلام، يعني سبحان الله يا اخي كيف هذا الانسان يلي كان يعمل كل هاي الاشياء يلي قبل مش منيحه دخل الاسلام اخر شيء، وهذا شيء كتير منيح لنا كمان كمسلمين، لانه حيشوفوا كمان الاطفال يلي بحبوا اندرو تيت يلي ماشيين على كلام اندرو تيت انه هو دخل الاسلام، فممكن يتشجعوا. ممكن كتير ناس صغار كانت بتفكر بالاسلام بتحب الاسلام تتشجع انه تدخل الاسلام هلا لانه اندرو تيت دخل الاسلام، هم شايفينه كقدوة لهم. وغير هيك اندرو تيت كان اشهر انسان على وجه الارض، اكثر انسان بالعالم كانوا يبحثوا عنه هو اندرو تيت، فهاي يعني خطوة كتير منيحة إلنا حتى إنه كمسلمين للإسلام بشكل عام إنه أندرو تيت يدخل الإسلام. وبس هذا هو الفيديو لليوم، حبيت أحكي بهذا الموضوع لأنه الصراحة شفت كيف النسويات كتير متضايقين، وفي كمان ناس تاني يعني مو بس النسويات، في ناس تانيين كمان رجال زي ما حكيت متضايقين كتير من الموضوع، فحبيت بس أحكي عنه أعمل فيديو عنه. لو عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، في أمان الله.